إبراهيم النقاش. سي إبراهيم مرحبا بك. السلام عليكم، كيداير اخويا مسلاه؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ وكيداير السي إبراهيم؟ الله يبارك فيك، نتوما بخير، العائله كلشي بخير. سي إبراهيم، يعني الحاله الصحيه ديال الفريق ديال الوداد، يعني تلقينا الخبر والخبر مؤلم. كيف تنتبعوا الحالة ديال جميع المواطنين، وكيف تنتبعوا الحالة في العالم أيضا؟ فملي سمعنا واحد العدد ديال اللاعبين في الأندية الكبيرة والأندية مختلف المؤسسات الرياضية، احنا معنا وراء الزجاج الآن جوج ديال الوداديين واقفين تيتبعوا الحالة ديالك، هشام أودال وحمودة داريس. سي إبراهيم، اشنو اللي وقع؟ ان ممكن قبل ما نشتغلوا للرباط، يعني درنا الامور اللي خصها دار ديال التحاليل، ولكن قبل ما نهار المقابله يعني تفاجئنا بان خرجت حالات في بعض اللاعبين، وهذا الشيء اللي خلى ان المقابله تاجل لشي تاريخ اخر. وبالنسبه لنا حنايا اللاعبين اللي تخرجت الحاله ديالهم بوزيتيف، يعني مشاو للسبيطار باش انهم يديروا التحاليل ديالهم ويديروا الاجراءات اللي خصها دار. وبالنسبه للاعبين اللي ما مقيوسينش، يعني ارتأى الفريق انه يمشي انه ياخذ يحجز لنا فندق باش في الدار البيضاء باش نديروا الحجر الصحي باش انهم يديروش شي ريسك على العائلات ديالهم، ونكونوا حنا مطمئنين باش اننا ان شاء الله غنديروا التحاليل ديالنا ان شاء الله يا غدا ان شاء الله يا نهار الاثنين، باش ديك الساعه ندخلوا عند العائلات ديالنا ان شاء الله مطمئنين ان شاء الله بان ما كاين حتى شي اصابه، وديك الساعه غادي نشوفوا البروغرام ديالنا ان شاء الله من بعد على حساب التمارين ديالنا ان شاء الله بحول الله. دابا الاصابه اللي كاينين خمسه ياك إبراهيم كنعتقد؟ دابا يا اللي مصابين ثلاث لاعبين واداري وكيني. وكيني، اذا اللاعبين كاين الله يشافيهم، كاين اسماعيل الحداد. لا الحمد لله، كاين اسماعيل الحداد، كاين ابراهيم نجم الدين، وكاين بدر القدرين، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله الحاله الحمد لله يعني ما كاين حتى شي خطر الحمد لله. خداو الادويه ديالهم، داروا المسائل مع الطبيب الفريق ومع الناس المختصين الحمد لله، ودابا راه دايرين لهم الحجر الصحي بانهم ياخذوا الادويه ديالهم وتبعوهم الحمد لله، ولحد الان طمأنا عليهم الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله اننا نرجعوا ان شاء الله نجتمعوا ان شاء الله ونكملوا في المسار ان شاء الله ديالنا ان شاء الله. هاد الحاله ابراهيم غير مسبوقه. ابراهيم الزوين، الحاله غير مسبوقه، الان كنشوفوا التنافس الرياضي، الرجاء والوداد كيتناوبوا على الرتبه الاولى، وصراع طاحن رياضي ومشوق رياضيا وجميل جدا، ولكن بين الكرة وكورونا. كورونا يعني كورونا بين الكرة وكورونا، دابا اللاعب المدرب بين الكرة، المسير بين الكرة وكورونا. نعم، دابا هذا حكم كورونا الآن أكبر من حكم الكرة، لأنه أولا احنا كنتكلموا اليوم على الحالة الصحية، كنتكلموا على الإنسان، وبالنسبة لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، لأنه حتى أنا بغيت نسول السي إبراهيم بالنسبة لكم أنتم الحالة النفسية ديالكم، لأنكم كنتوا كونسنتراسيون وكتحضروا وكتوجهوا المباراة، اللي المباراة ربما كنتوا كتعتبروا على أن يمكن واحد المنعرج ديالكم في البطولة الوطنية أمام فريق الجيش الملكي، يعني في الوقيتة اللي علموكم على أنه كلاعبين خصكم تغادروا، راه كاين عندكم إصابات داخل الفريق، يعني كيف كان الشعور ديالكم؟ الشعور ديال اي واحد، يعني ما غاديش تفكر في راسك اكثر ما انك غتفكر في العائلات ديالك، يعني ردت الفعل ديالهم، كل اللي عنده والديه مرض يقدر يتاثروا بهذا الخبر ديال سميتو. الحمد لله اللاعبين عندهم واحد الرغبه قويه، وواحد يعني واحد الايمان عندهم قوي، بحال الحمد لله بان هذا المرض ممكن تقدر تصاب به، ولكن داكشي ديال الله سبحانه وتعالى اللي تنتمنى هو الله يجيب الشفاء لجميع اللاعبين ولا حتى المغاربه كاملين اللي مصابين. نتمنى ان شاء الله بحول الله ان كل شيء يتفادى هذا الوباء هذا ان شاء الله، وياخذ الاحتياطات ديالو وياخذ الامور اللي خصها تخاد باش يتفادى هذا المرض هذا،
ونتمنى الله سبحانه وتعالى يبعد عن الوباء احنا كاملين ان شاء الله، المغاربه كاملين ان شاء الله. ان شاء الله. كي داير الشيخ ادريس مرباح؟ لا باس عليه، لا باس انت معنا تو. وكي داير عبد اللطيف نصير الكاريزما؟ الحمد لله تقريبا كاع اللاعبين الحمد لله هنايا يعني مطبقين التعليمات ديال الاداريين ولا ديال الاطباء ديالنا، الحمد لله جالسين هنايا يعني الامور متوفره بجميع الظروف ديالها الحمد لله. اللي كاين هو انه ممكن احنا يعني اكثر من نتعايشوا كعائله يعني خلاتنا اننا ما يكونش واحد الملل في الجروب، تنطمئنوا على اللاعبين اللي مصابين والحمد لله الامور كلها بخير ولا خير. حنايا الا كان التضامن غير في رقعه الميدان راه تكون تضامن بيناتنا في اكيد يعني خارج الميدان او أكيد. في بيناتنا ونتمنى ان شاء الله الشفاء لجميع اللاعبين ديال البطوله الاحترافيه وللمغاربه كامله ان شاء الله بحول الله، بان المرض يفوتهم ان شاء الله بحول الله ويرجعوا للصحه الجيده ديالهم ويرجعوا للطبيعه ديالهم ان شاء الله ان شاء الله. اذا هذه كونسنتراسيون ضد كورونا، ضد كورونا ماشي كتوجدوا لشي فرقه هذا ماتش ضد كورونا، دابا طالبه التعادل ما كاينش خاصها تخسر بشي 8 ياك على حساب البارح على حساب البارح تخسر بشي 8 ياك هذه اللي كاين. اشنا هي رساله ابراهيم النقاش يعني وانتم كتعيشوا هذه الحاله هذه وتخرجوا منها منتصرين ان شاء الله، ولكن في نفس الوقت رسالتكم للجمهور ديال الوداد والجماهير الرياضيه وانتم الان كتنافسوا من اجل انهاء الموسم ونهار 13 شتنبر، انتم عندكم رغبه جامحه ان نهار 13 شتنبر تكونوا حاملين الدرع ديال البطوله. ان شاء الله. دابا الرساله ديالي هو ان ما نبغيش ان اي واحد يتهاون بهذا المرض هذا، يعني ياخذ الاحتياطات ديالو، اللي كاع الانسان اللي ما عندوش كاع عائله ياخذ الاحتياطات بالنسبه ليه هوايا، لان ما المرض ما عندوش ما تيضحكش مع شي واحد، يعني الى لقى الواحد انه ما دايرش الاحتياطات ديالو يعني يقدر انه يتسبب ليه في امور اللي ما يتصورهاش. نتمنوا ان شاء الله بحول الله هذا الوباء هذا يبعد على المغاربة كاملين وعلى المسلمين كاملين، ونتمنى إن شاء الله أننا نلبي الرغبة ديال الجماهير الودادية إن شاء الله بحول الله، والرغبة ديالنا وجميع المكونات فريق الوداد هو أننا نبقاو ندير واحد المجهود كبير باش نحقو اللقب اللي تتمناه أي واحد، ونفرحوا للجماهير الوداديه ان شاء الله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.